السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ معكم محمد يحيى. النهارده هنتكلم على تاسك جديده وهي الباس فايند بيزنس نيم اند ادرس. في التاسك دي عباره عن ان هو هيديني لينك، تمام؟ اللينك ده ممكن يكون يا اما دايركتوري يا اما اوفيشال. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الاوفيشال ده هتلاقي نفس اسم الشركه اللي هو مديها لك، هتكون هي نفس اسم اللينك، يعني مفيش اي اختلاف. انما الدايركتوري ده هتلاقي موفر معلومات عن اي شركه، تمام، بس اسمهم مختلف، يعني فاهم؟ الدايركتور ده بيبقى مجمع معلومات عن شركات كتير، مش واحدة بس، تمام؟ فانت هتبص للاسمين عشان تعرف هو ده دايركتوري ولا اوفيشال، تمام؟ ايه الامثلة بتاعت الدايركتوري؟ في اللي هو المشهور قوي زي يلو بيجز وماب كويست ويلد مثلا، في جلاس دور او فيسبوك، اللي هو اي حاجة مش نفس اسم الشركة، تمام؟ فهو دلوقتي هو لما بيديك اللينكات دي بيطلب منك اول حاجه ان انت تجيب الاسم بتاع الشركه، تمام؟ ده انت محتاج تاخده بالظبط، يعني هتروح تظلله وتاخده كوبي بيست. لو في بس مجرد نقطه زياده في الاسم عن اللي مكتوب هتحسب لك غلط، تمام؟ بعد ما جبنا الاسم المفروض ان احنا نجيب العنوان، تمام؟ العنوان هو هنا بيطلبه من الاول انك تجيب الشارع وبعد كده المدينه وبعد كده الولايه وبعد كده البوستال كود، تمام؟ في الولاية هو بيبقى عاوزها في انها تبقى حرفين بس، يعني في الفورم المختصرة. فانا هحط لينك في الديسكريبشن، تمام، ان انت مثلا لو لقيت ولاية موجودة اسمها كامل مش اختصار وانت ما تعرفش ايه الاختصار بتاعها، هتروح تبص في اللينك ده هتلاقي الحرفين اللي انت محتاجهم وهتيجي تحطهم. بالنسبة للبوستال كود، البوستال كود ده بتلاقيه ان هو ارقام مكتوبة في اخر العنوان، تمام؟ اللي هو ممكن يكون ساعات، ممكن يكون 5، ممكن يكون 9. هنا في مش مظبوطة قوي مع الموقع هنا، ان هو انت هو كان كاتب الاول ان انت عادي ان انت هتحط 9، تحط 9 ارقام دول بس. انا مثلا انا حالل فوق 350 تاسك، مثلا البوستر كود ده مثلا جالي مثلا ان هو يبقى 9 ارقام، مثلا نقول مثلا 30 او 40 مرة، تمام؟ من 30 او 40 مرة دول مثلا انا حليته اللي هو اول 5 ارقام بس، مثلا اتحسب لي بس مرتين بس، تمام، ان هو غلط. انما لو انا لما مثلا لما جربت احله 9 اغلبهم كان بيتحسب غلط، يعني مثلا لو افترضنا مثلا تجاك 10 مرات مثلا 9، تمام، لو عملتهم مثلا اول 5 ارقام، تمام، هتحسب صح 9 مرات، وممكن مثلا العشرة دي ما تتحسبش، فاهمني؟ اللي هو في تيست كوشن ما بتبقاش متراجعة كويس، بس يعني مثلا بنسبة 90% او الاكتر الصح انك تمشي 5، تمام. دلوقتي لما هتفتح اللينك، تمام، انت ممكن تلاقي ان العنوان كامل، ودي بتبقى حاجه حلوه جدا انك مجرد هتاخد كوبي ويست وتحطه في الخانات دي، او ان انت ممكن تلاقي ان العنوان ناقص، ولو انت مثلا فاتح دايركتوري ممكن تلاقي حاطط لك الاوفيشال سايت موجود، تمام. هتفتح الاوفيشال سايت وتدور على العنوان، تمام، ممكن تشوفه في الكونتاكت في الاباوت، تمام، بيبقى ساعات موجود في اخر الصفحه من تحت، تمام. اما لو انت دلوقتي فتحت دايركتوري وما لقيتش العنوان كامل وما لقيتش اوفيشال، هتاخد اللي موجود بس، ودي بتبقى حاجه حلوه. انت مثلا ممكن تلاقي في الخمسه دول تحط الولايه بس، فبيبقى سهل بصراحه. فتعالى مثلا نبدا هنا نجرب، هنا فتح هنا ماب كويست، تمام، هناخد الليست كوبي اهو، نعمل له هنا بيست كده، نروح ناخد الادرس اهو. انا باخده كله مره واحده عشان بيبقى اسهل، يعني بدل ما اروح ادي الستريت وبعد كده السيتي وبعد كده الستيت، تمام. فانا باخده كده اهو، واقوم مثلا هنا عامل كات، وما تنساش تمسح الفصلة اللي موجود هنا في الاخر دي، تمام. تنزل تحط كده المدينه، تاخد هنا اهو، تمام اهو، وبعد كده اهو كده اتاكد ان مفيش اي زيادات، مفيش شطوط، مفيش اي فصلة، مفيش اي حاجه موجوده زياده، تمام. خش على اللي بعده، ساعات ممكن تيجي تفتح ماب كويست ده تلاقيه ان هو عامل لك بيقول لك ان هو عاوز ياخد منك البرميشن ان هو يبروسيد، يعني مثلا ممكن هنا مثلا في كروم هتلاقي ان هو بقى ظاهر كلام كده اللي ما فتحش، وبيقول لك انك مش عارف اوضح لك ازاي، بس مثلا هتلاقي في كلمة ادفانس تحت على الشمال هتتك عليها، تمام، وتعمل بروسيد. يعني هو تقريبا بيبقى خايف من حاجة في السكيورتي، بس ما تقلقش، ماب كويست كويس يعني مفيش اي حاجة، تمام.
انا ده كده المفروض ده اوفيشال سايت، بس هو ما فتحش. تمام، عايزين نخش نجرب، مفيش اي حاجه. فاحنا هنروح هنا وهتلاقينا بيقول لك ان الويب سايت هنا داز نوت لود، هتك عليه فمش هي كل البيانات دول. اتاكد بس ان مفيش حاجه غلط، مش ناسيين دوت او حاجه. نعمل سبميت بقى. انا كده عديت اهو. تمام، نعمل تاسك كمان عشان تاخد فكرة اكبر عن الموضوع. هنا هو فتح لينكدين اهو. ساعات ممكن تيجي تفتح لينكدين تبقى محتاج ان انت عندك اكونت، تمام، فهتسجل، والموضوع مش صعب يعني. تمام، هو شايف هنا في هنا دوت اهي، بس دي مش زيادة، دي مش من عندنا يعني، هو في الاسم هو اللي مزودها يعني، فاهم قصدي؟ اللي هو انكربريشن، هو حاطط هنا الدوت عشان هو عاملها اختصار. فانت خلي بالك يعني، مثلا انت ممكن تفتح في الاوفيشال ويب سايت، ممكن ساعات تلاقيها وما تلاقيهاش. فانت هتشوف، هتبص في الموقع وتشوف يعني مثلا الاغلب بيكتبها اسم الشركه ايه مثلا، بيها ولا من غيرها. بس مثلا في لينكد ان لا، انت مش هتبص، هو انت هتاخد كوبي بيست بس. تمام، العنوان هنا انت هتعمل سي مور. تمام، حاليا لينكد ان عم بيزود اللوكيشن كويس اهو، شوف هو هنا واضح خالص اهو. هاخد كوبي بيست. تمام، هتروح هنا تحط العنوان. هنا مثلا الولاية هنا كاليفورنيا جاية الاسم كامل، مش حرفين زي ما اتكلمنا. تمام، هي مشهورة كاليفورنيا ان هي سي اي، بس احنا مثلا ممكن هنروح الموقع اهو مثلا نبص عليها. تمام، لو بدأنا نكتب كاليفورنيا اهو، شوف هيظهر ده كاليفورنيا والابريفيشن بتاعها سي اي. هناخده مثلا كوبي بيست اهو. تمام كده، نحط البوستر كود، ماشي على اللي بعده. عشان تقلب ما بينهم يعني، ما بين الخانات دي، انت بتتك على تاب. تمام، عشان الموضوع يبقى اسهل يعني. وعشان طبعا تعمل كات او كوبي، كات كنترول اكس وكوبي كنترول سي. وانا مفيش ولا مره عمل ماك كويست هو جاي يفتح عمل الرسالة اللي أنا بقول لك عليها دي، بس هي ساعات بتظهر. فهي لو ظهرت لك هتلاقي إن في كلمة أدفانسد، هتك عليها تلاقي فتح حاجة تحتها كده وبيقول لك هنا بروسيد. تمام، فما تقلقش منه يعني. هنا فتح هنا الدايركتوري ده، هنا كلاس دور. تمام، ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان احنا هنا عندنا العنوان مش كامل يعني، هو حاطط هنا مجرد المدينه والولايه، ناقص الشارع والبوستال كود. فاحنا اول حاجه بس ناخد الاسم كده. تمام، هنا كلاس دور عاوزنا ان احنا نخش باكونت بس فاكس يعني. تمام، هنسيبها على الرساله اهو. تمام، وهنا هتلاقي ان هو حاطط هنا الموقع الاوفيشال يعني، خش عليه. تمام، هو هنا حاطط لك هنا اللوكيشن اهو. تمام، بس انت لو ملقتش اللوكيشن ظاهرة كده، انت هتدور في الاباوت او في كونتاكت. تمام، تمام، هو هنا مثلا احنا بصينا هتلاقي ان هو فاتح لك عناوين كتير. تمام، في الحاله دي بنعمل ايه؟ هو كان موضح، هو في الانستراكشن بيقول لك ان انت لو لقيت عناوين كتير بتروح تشوف الهيد كوارتر. الهيد كوارتر ده اللي هو المقر الرئيسي. تمام، بس المقر الرئيسي ده لازم يكون موجود في امريكا الشماليه. تمام، فاحنا مثلا ولو لقيت ان الهيد كوارتر ده مش موجود في امريكا الشماليه، تدور فاهم لحد ما تلاقي واحد حتى لو ادرس تاني فيهم يعني موجود في امريكا الشماليه. طب ايه هي الولايات اللي موجوده في امريكا الشماليه؟ انا هحط برضو اللينك في الديسكريبشن، هم موجودين هنا اهو. تمام، عشان لو عاوز تبص عليها. طب احنا دلوقتي احنا نعرف مين انهي ليد كوارتر. طب في حاله مثلا لو فتح لك مثلا جلاس دور او لينكدين او الحاجات دي، هو اصلا حاطط لك هنا الهيد كوارتر اهو، فانت بتروح تدور على ده يعني. مثلا احنا ناخد الكلمه دي كوبي مثلا، ورحنا نعمل كنترول اف اهو،
وتروح تجيبه. نعم، هم واخدين العنوان عادي بسهولة اهو، تمام خلاص وكده خدناه. في حالات بقى انت مثلا مش ما كنتش جاي من عند جلاس دور، فتحت مثلا الاوفيشال ويب سايت على طول، فانت هتلاقيه كاتب يعني، فاهم، بيبقى كاتب الليد كارتر جنب العنوان، لكن المقر الرئيسي او غالبا بيكون هو اول واحد يعني. تمام، هنا هنروح، انا هنبدا نحط العنوان. تمام، هو هنا النقطة دي هو عشان رود هنا مكتوبة باختصار، فاحنا مش هنشيلها. لو كانت الفصلة دي تمام كنا نشيلها، تمام، اللي هي مثلا زي دي كده، دي تتشال. وفي نقطة تانية كنت حابب أتكلم عنها، ساعات مثلا العنوان مثلا هو في ماب كوست، هو هنا ظاهر ايه هي المدينة وايه الولاية وايه هو الشارع والكلام ده. ساعات مثلا خصوصا في الأوفيشال ويب سايت بتحس إن العنوان كله عايم في بعض، ما بتعرفش تفرق، تمام، يعني خصوصا إن احنا أنا واحد أهو مصري، أنا معرفش مثلا ايه الولايات وايه المدن والكلام ده. فأنت دلوقتي انت احنا ظللناه اهو، تمام، تقوم عامل عليه كليك يمين وسيرش عن جوجل، تمام، هتلاقي ان هو هنا لو فتحت كده شوف هو فصل لك، كتب لك اول حاجه عنوان الشارع، وبعد كده هنا المدينه والولايه، وبعد كده البوستال كود. تمام، ده في حاله ان انت ما عرفتش تفرقهم من بعض عشان ما تغلطش يعني. تمام، نعم، هناخد اول حاجه عنوان اسم الشركه، تمام، بعد كده هنجيب العنوان، تمام اهو، كده خلصنا ونعمل بقى سبميت. تمام، احنا كده عدينا اهو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت تعملوا سبسكرايب للشانل عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. شكرا.